لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، وكنا اخذنا المرة اللي فاتت بعض الكلمات الهامة في يونت 7 where are the family، where are the family او اين الاسرة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة يا اصحابي اول الدروس الهامة، هناخد فيه جزء مهم جدا في الجرامر بعد ما نراجع على بعض الكلمات المهمة اللي خدناها المرة اللي فاتت. اول كلمة اخدناها المرة اللي فاتت هي كلمة نيس. نيس نيس اللي هي ابنة الاخ او الاخت. نيفيو 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 اللي هو ابن الاخ او الاخت. كازنز 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 يعني اولاد العم او الخال. سيستر 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 اللي هي اخت. براذر 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 اللي هو الاخ. وطبعا فاميلي 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 اللي هي الاسره. دي كانت بعض الكلمات المهمة اللي خدناها المرة اللي فاتت. كنا خدنا كمان life stages. life stages او مراحل الحياة. طبعا baby 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 او طفل رضيع. toddler 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 اللي هو طفل صغير. البيبي لما بيكبر شوية ويبتدي يتمشى بقى سنة سنة ويتحرك قبل ما ندخل المدرسة، ده اسمه toddler. toddler يعني طفل صغير. بعدين يبقى child 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 اللي هو طفل صغير بس دخل المدرسة خلاص، قدر بقى يتكلم وياكل لوحده ويشرب لوحده ويتحرك لوحده ويتعلم كمان، ده اسمه child. بعدين بنكبر شوية كمان وبنبقى teenager 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 اللي هو المراهق. بعدين بنكبر شوية ونبقى adult 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 اللي هو شخص بالغ زي بابا وماما. بعدين بنكبر شوية ونعجز بقى ونبقى كبار في السن ويبقى اسمنا elderly person elderly person elderly person elderly person، ده شخص كبير في السن. كل مرحلة من المراحل الجميلة دي ليها المميزات الجميلة بتاعتها، الحاجات اللي بتميزها وتخليها مرحلة جميلة، وهي كلها مراحل جميلة جدا في حياة كل بني آدم. النهاردة بقى يا أصحابي بنتكلم عن المراحل دي بشكل أكبر شوية، وهناخد كمان جزء مهم جدا في الجرامر. فأول حاجة بيقول لنا هو أم أي، هو أم أي من أكون. فأول حاجة بيورينا البيبي الجميل بيتكلم عن نفسه وبيوصف نفسه، بيقول I can't walk. I can't walk يعني أنا لا أستطيع المشي. Or talk. Or talk أو إن أنا أتكلم. But I sleep a lot. But I sleep a lot لكن أنا بنام كتير. And I like playing. And I like playing وكمان بحب اللعب. ده اللي هو البيبي. طبعا هنا بعد كده المفروض إن احنا بقى نمشي ونعمل تريس على الكلمات اللي مش ظاهرة دي، ونكتب كمان اسم المرحلة. فهنا طبعا المرحلة اللي بعد منها على طول هي التودلر زي ما احنا عارفين، تودلر او اللي هو الطفل الصغير. فهنا بيكلمنا عن نفسه بيقول I am learning a lot. I am learning a lot انا بتعلم كتير. About the world. About the world عن العالم. بيبتدي بقى يعرف العالم حواليه عامل ازاي. And I am learning to walk وكمان بتعلم المشي.
يبقى مرة تانية I am learning a lot about the world and I am learning to walk. طبعا ده التودلر أو الطفل الصغير. بعدين لتشايلد أو الغلام أو الطفل الأكبر شوية لما بنكبر شوية كمان ونبتدي نروح المدرسة اللي هو لتشايلد فبيكلمنا عن نفسه بيقول I go to school أنا بروح المدرسة and I play with my friends وكمان بلعب مع أصحابي I am taller than I was last year أنا أطول من ما كنت عليه السنة اللي فاتت طبعا ده لتشايلد child أو اللي هو الطفل العادي I go to school and I play with my friends I am taller than I was last year بعدين لما بنكبر شوية كمان ونبقى teenager أو مراهقين في مرحلة المراهقة دي هو بيكلمنا بقى عن نفسه بيقول I go to school and I help my parents أنا بروح المدرسة وبساعد بابا وماما I am thinking about what I want to do after school I am thinking أنا بفكر about في what I want to do after school المفروض ان انا عايز اعمل ايه بعد المدرسة عايز اكبر بقى وابقى شغال ايه ده طبعا teenager او المراهق مرة تانية I go to school and I help my parents I am thinking about what I want to do after school لما بنكبر شوية كمان ونبقى بقى بالغين كبار زي بابا وماما بنتكلم بقى عن نفسنا وبنوصف نفسنا وبنقول I can walk, run, jump and swim أنا أقدر أمشي وأجري وأقفز وأعوم كمان I go to work أنا بروح الشغل and look after my family and look after my family look after يعني أعتني بي my family أسرتي يبقى أنا بعتني كمان بأسرتي يبقى مرة تانية I can walk, run, jump, and swim. I go to work and look after my family. لما بنكبر شوية كمان بقى ونبقى كبار في السن اللي هو الـ elderly person أو الشخص المسن لما بيكلمنا عن نفسه بيقول I used to work. أنا اعتدت إن أنا أشتغل. أنا اعتدت إن أنا أشتغل. خلاص كنت متعود إن أنا أشتغل زمان. But now I don't. لكن دلوقتي أنا ما بقدرش أشتغل. I like being with my family. أنا بحب إن أنا أكون مع أسرتي. I look after them. أنا بعتني بيهم. And they look after me. وهم كمان بيعتنوا بيا. طبعا ده الـ elderly person أو الشخص المسن. مرة تانية. I used to work. Used to اعتاد أن. دي بنقولها على الحاجة اللي احنا كنا متعودين نعملها زمان. بس دلوقتي ما بنعملهاش كلمة مهمة جدا لازم نحفظها used to اعتاد ان حاجة كنا متعودين نعملها على طول زمان بس دلوقتي احنا ما بنعملهاش فلما انا اقول لك I used to work يعني انا كنت متعود ان انا اشتغل لما تسمعني تفهم ان انا دلوقتي مش بشتغل فهنا الشخص المسن بيقول لنا I used to work but now I don't I like being with my family. I look after them and they look after me. زي ما قلنا كل مرحلة من المراحل العمرية دي أو من life stages دي ليها المزايا الجميلة بتاعتها والحاجات اللي بتميزها. فهنا بيكلمنا عن الجزء ده وبيقول لنا What is good about each of the life stages? أو ما هي مميزات كل مرحلة عمرية؟ فهنا البنوتة الجميلة دي بتقول لك Being a toddler ان انت تكون طفل صغير لسه اللي هو ما بين البيبي والchild اللي هو لسه ما دخلش المدرسة ده is fun هو مرح وجميل because لأن you are learning a lot ان انت بتتعلم كثير and you play lots of games وكمان بتلعب ألعاب كثيرة جدا يبقى مرة تانية Being a toddler is fun Because you are learning a lot and you play lots of games. هنا صديقنا بيكلمنا بقى عن مرحلة تانية خالص هي اللي هي الـ elderly person أو الشخص المسن
لما بنكون كبار في السن بقى بيقول لك هنا being an elderly person ان انت تكون شخص مسن is good هو شيء جيد because you know a lot of things because you know a lot of things لانك بتكون عارف حاجات كتيرة جدا خلاص اتعلمت حاجات كتيرة جدا على مدار حياتك. يبقى مرة تانية being an elderly person is good because you know a lot of things. ونوصل لأهم جزء في الدرس بتاع النهاردة وهو الجزء الخاص بالجرامر الجرامر والنهاردة معانا the present simple أو المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط يا أصحابي هو زمن مهم جدا هو ليه صيغة معينة ممكن نستخدمه بيها هنعرف ازاي نستخدم الـ present simple ونكون بيه جمل سليمة ومفيدة. فأول حاجة لازم نعرف احنا بنستخدمه ليه. أول حاجة بنستخدم الـ present simple علشانها هي الـ facts لما أنا أتكلم وأقولك fact أو حقيقة علمية زي مثلا لما أقولك إن الشمس بتطلع كل يوم دي حقيقة علمية ما ينفعش تتغير. لما أقولك مثلا إن المية بتغلي عند درجة 100 درجة مئوية دي fact ما ينفعش تتغير. فلما أنا أقولك أي fact أو أي حقيقة علمية موجودة في الكون حوالينا بستخدم الـ present simple أو زمن المضارع البسيط. لما أقولك كمان حاجة بتتكرر كل يوم فعل بيتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حاجة بتتكرر دايما أفعال بتتكرر كل يوم الأفعال المتكررة دي وإحنا بنتكلم عنها بنستخدم الـ present simple أو المضارع البسيط. ممكن كمان وإحنا بنتكلم عن الحاجات اللي إحنا مش عايزينها تتغير إحنا بنتكلم على حاجة في حياتنا مثلا مش عايزينها تتغير الحاجات دي ثوابت بالنسبة لنا فبنستخدم برضو الـ present simple. وكمان لما بنيجي نوصف نفسينا في حاجات كتيرة قوي بنستخدم زمن الـ present simple أو المضارع البسيط. تكوين المضارع البسيط أو الـ present simple بيتكون من السبجكت السبجكت اللي هو الضمير اللي هو I أو we أو they أو you طبعا زائد الفيرب الفعل اللي احنا هنستخدمه لما نيجي نتكلم في الجملة زائد الأوبجكت أو تكملة الجملة بقى والحاجة اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا الفيرب بيجي بعد I و we و they و you في المصدر ما بنحطش عليه أي حاجة بيجي زي ما هو كده في المصدر. أما لما نيجي نقول he أو she أو it بيجي بعد منهم الفيرب بإس أو إس أو إس. إمتى بنحط في آخر الفيرب إس أو إس أو إس؟ طبعا لما يكون الفيرب بينتهي بإس إس أو إس إتش أو سي إتش أو إكس أو زد الأفعال اللي بتنتهي بالحروف دي بنحط لها إس. الواي لو في آخر الفيرب بنحط مكانها إس. لكن في حالة واحدة بس ما بنحطش إس لو في آخر الفيرب واي طبعا لو كان قبل منه حرف من حروف الفاولز اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو لو كان قبل الواي اي حرف من الحروف دي بنحط اس بس ما بنحطش حاجة تانية. طبعا الافعال اللي بتنتهي باس اس مثلا زي باس باس يعني يعبر او يمر لما بنيجي نحطها في البريزنت سيمبل مع هي او شي او ات بس بنحط لها اي اس وبنقول passes. اما الافعال اللي بتنتهي باس اتش زي فيرب بوش بوش يعني يدفع طبعا لو بنقول هي او شي او ات في البريزنت سيمبل بنحط لها اي اس لان هي بتنتهي باس اتش زي ما احنا شايفين قدامنا ونقول pushes بوش يعني يدفع برضو. اما الافعال اللي بتنتهي بسي اتش زي فيرب catch catch يعني يمسك لو قلنا هي او شي او ات مع catch في البريزنت سيمبل بنحط لها اي اس لان هي بتنتهي بسي اتش. فيكس بتنتهي باكس فيكس يعني يصلح لما نيجي نقول هي او شي او ات بنحط لها اي اس لان هي بتنتهي باكس زي ما احنا شايفين قدامنا فبنقول فيكسس هي فيكسس شي فيكسس ات فيكسس. الافعال اللي بتنتهي بحرف الزد او الزي زي باز باز يطن او يزن
باز يعني يطن أو يزن. لما نيجي نقول هي أو شي أو إت مع verb باز بنقول بازس 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 اللي هو يطن أو يزن. والأفعال اللي بتنتهي بحرف الأو زي verb to do أو verb do يفعل، طبعا لما بنيجي نتكلم عنها في زمن الـ present simple tense أو المضارع البسيط بنحط لها ES لأن هي بتنتهي بـ O زي ما احنا شايفين قدامنا، فبنقول he does أو she does أو it does. الجزء ده مهم جدا يا أصحابي، معلش لازم نحفظه كويس جدا زي اسمنا، لأن بعد كده هيساعدنا في حاجات كتير في المراحل اللي جاية وهيسهل علينا حاجات كتيرة جدا في المراحل اللي جاية، فلازم نكون حافظين الرول دي كويس قوي ونكون عارفين الأفعال اللي بتنتهي بالحروف دي مع هي وشي وات بنحط لهم اي اس. لو الفيرب بينتهي باس اس نحط له اي اس مع هي او شي او ات، لو اس اتش بنحط له اي اس مع هي او شي او ات، لو بينتهي بسي اتش بنحط له اي اس برضو مع هي او شي او ات، لو بينتهي باكس او زد او او بنحط له اي اس برضو مع هي او شي او ات. طبعا كل ده في الـ present simple او زمن المضارع البسيط. زي ما قلنا لو الفيرب بينتهي بواي بنشيل الواي خالص ونحط مكانها اي اي اس، زي تراي تراي يعني يحاول. لما نقول هي او شي او ات بنقول tries، شلنا الواي خالص وحطينا اي اي اس. زي cry cry يعني يبكي، لو قلنا هي او شي او ات بنقول cries، شلنا الواي خالص وحطينا مكانها اي اي اس. زي fly fly او يطير، لو قلنا هي او شي او ات بنشيل الواي خالص ونحط اي اي اس ونقول flies flies يعني يطير. زي worry worry يعني قلق يعني الان، بنشيل الواي لو قلنا هي او شي او ات ونحط اي اي اس ونقول worries. وزي imply imply يعني لمح، لما نقول هي او شي او ات بنحط implies بنشيل الواي خالص ونحط اي اي اس. اما بقى لو الواي قبل منها اي او اي او اي او 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 يو، حرف من الحروف الخمسة الفاولز اللي احنا كلنا عارفينهم وحافظينهم، لو جاي حرف من الحروف دي قبل الواي في الفيرب اللي احنا بنتكلم عنه بنحط اس ونسيب الواي زي ما هي. زي مثلا verb say، لو قلت هي او شي او ات بقول says says يقول. زي buy هنا يو، ما نشيلش الواي خالص ونقول هي او شي او ات buys. زي play، لو قلنا هي او شي او ات هنا في اي قبل الواي فبنسيبها زي ما هي ونقول plays. زي pray pray يعني صلي، لو قلنا هي او شي او ات طبعا في A قبل الواي فبنسيبها زي ما هي ونحط S ونقول prays. وبكده نكون عرفنا امتى بنحط ES او IES او S. طبعا ال S طبعا بتيجي مع الافعال كلها بشكل عادي وبتيجي مع الحالات دي، لو في حالة ان الفيرب بينتهي بواي وقبل منه A او E او I او O او U بنعتبره فيرب عادي خالص ونحط اس. طبعا زي ما قلنا التكوين بتاعه اي ووي وذي ويو بيجي بعد منهم الفيرب زي ما هو، وبعدين بنكمل الجملة عادي. هي وشي وات بيجي بعد منهم الفيرب باس لو هو فيرب عادي خالص، او باي اس او باي اي اس زي ما قلنا من شوية. فزي ما احنا شايفين قدامنا الفور اكزامبل، اي يوجوالي انا عادة go to school on Mondays، go to school on Mondays انا بروح المدرسة ايام الاثنين. فزي ما احنا شايفين قدامنا هو بيفكرنا هنا بيقول لنا he وشي وات بيجي بعد منهم الفيرب بيكون متضاف له s او es او ies، فهنا بيقول لنا هو he usually هو عادة goes، هنا verb to go او فعل يذهب، واحنا عرفنا ان اي verb بينتهي بالo بنحط له es، فهو قال he goes to school المدرسة on Mondays، هو بيذهب المدرسة أيام الاثنين.
بيقول لنا هنا طبعا احنا بنستخدمه to express habits. habits يعني العادات، الحاجات اللي احنا متعودين ان هي تحصل او ان احنا متعودين ان احنا بنعملها. وطبعا في keywords او كلمات دل على الزمن، زي كلمة always. always دائما بتعبر عن ال present simple، زي كلمة usually. usually عادة بتعبر برضو عن ال present simple، زي كلمة never. never ابدا، ابدا بتعبر عن ال present simple، زي كلمة often. often غالبا بتعبر عن ال present simple، زي sometimes احيانا بتعبر عن ال present simple. و every. every كل، ممكن اقول every day كل يوم، every month كل شهر، every week كل اسبوع، every year كل سنة. كلمة every بتعبر برضو عن ال present simple. فهنا هو بيقول لنا مثلا she usually helps. helps هنا طبعا she، علشان she بيجي بعد منها الverb بس في الحالة العادية، فهو قال هنا helps her parents والديها at the weekend. at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. فهنا usually وضحت ان هو بيتكلم عن حاجة في ال present simple، وهي بتقول طبعا هو بيقول لنا طبعا هي عادة ما بتساعد باباها ومامتها في عطلة نهاية الأسبوع. لو عايزين بقى ننفي ونقول الجملة في النيجاتيف أو في النفي، بنقول برضو السبجكت اللي هو I أو we أو you أو they، بعدين بنقول don't، بنضيف هنا don't. don't لا يفعل، وبعدين بيجي برضو الفعل بعد منها في الانفينيتيف أو في المصدر، بيجي زي ما هو، زي ما بنقول مثلا I don't go، أنا ما بروحش to school on Fridays، المدرسة أيام الجمعة. هنا قلنا go لازم الverb يجي في المصدر. أما في حالة he وshe وit فبيجي بعد منهم doesn't مش don't، بيجي معهم doesn't وبعدين بيجي الverb في المصدر برضو. فبنقول مثلا he doesn't help his parents، هو لا يساعد والديه. فdoesn't مع he أو she أو it وبيجي بعد منها الverb في الانفينيتيف أو في المصدر. طبعا لما بنيجي نعمل yes or no question أو الأسئلة اللي بتكون إجابتها ب yes or no، بنجيب verb to do في الأول، وبعدين نجيب السبجكت أو الضمير، وبعدين نكمل الجملة عادي. فبدل ما أقول I do بقول do I، فبدل ما أقول they do بقول do they. فبنجيب verb to do في الأول، وبعدين نجيب السبجكت أو الضمير I أو we أو you أو they، وبعدين بنجيب الverb في الانفينيتيف أو في المصدر زي ما اتفقنا. فبنقول do they، هل هم، هنا معناها هل هم. لما نقول do they أو do I هل أنا، do you هل أنت، do they هل هم، go to school on Mondays بيروحوا المدرسة أيام الاثنين. أنا بسأل السؤال ده لما أقول لك كده، ده هنا yes or no question، لأن هو بدأ ب verb to do. فلو هم بيروحوا المدرسة أيام الاثنين أنت هتقول لي yes they do، نعم هم بيروحوا. لو هم ما بيروحوش هتقول لي no they don't، لا هم ما بيروحوش. الجزء ده مهم جدا برضو يا أصحابي، لما بجيب الverb في الأول وبعدين أجيب السبجكت، يعني بجيب verb to do في الأول وبجيب بعد كده السبجكت أو الضمير، بعدين الverb بيجي في المصدر، ده yes or no question أو سؤال إجابته بتكون ب yes or no. فزي ما قلنا وبيكون معناها هل، لأن اللغة الإنجليزية ما فيهاش كلمة هل. فلما أقول لك do they يعني هل هم، لو قلت لك do I هل أنا، لو قلت لك do you هل أنت، لو قلت لك do we هل نحن، do they هل هم، فبقول لك هنا do they go to school on Mondays، هل هم بيروحوا المدرسة أيام الاثنين. لو هم بيروحوا yes they do، لو هم ما بيروحوش no they don't. دي طريقة الإجابة على السؤال ده. لو أنا بقول بقى he أو she أو it ما بقولش do، بقول does، بس بجيب does في الأول برضو، وبجيب بعد كده he أو she أو it، وبعدين الverb بيكون في الانفينيتيف أو في المصدر برضو. فبقول لك مثلا does he هل هو، does she هل هي، does it هل هو أو هي الغير العاقل. فبقول لك مثلا does she help her parents، هل هي بتساعد والديها. الإجابة بتاعت السؤال ده بتكون yes or no. فلما أنا أقول لك does she help her parents، هل هي بتساعد والديها، لو هي بتساعدهم هتقول لي yes she does، نعم هي بتساعد.
لو هي ما بتساعدهمش هتقول لي no she doesn't، لا هي ما بتساعدهمش. اخر حاجة هناخدها النهاردة ونحل بعد كده بعض الامثلة ال WH questions او الاسئلة اللي هي بتبدأ بادوات الاستفهام المختلفة. فمثلا لما اجي اقول لك what مع I او we او they او you بنقول what وبيجي بعد منها do، لو مع he او she او it بنقول does وبعدين بيجي he او she او is. فمثلا لما باجي اقول لك what do you usually do on Mondays، what do you usually do on Mondays، هنا طبعا الفيرب بيجي في الانفينيتيف الفعل بيجي في المصدر، فهنا قلنا do. انت متعود تعمل ايه ايام الاثنين، فهتقول لي I usually go to school on Mondays، انا عادة بروح المدرسة ايام الاثنين. لو بسأل بقى على he او she او it بقول مثلا where does she live، اين هي تعيش، فانت بتقول لي she lives، هنا طبعا الفيرب بيجي بالاس او الاي اس او الاي اي اس زي ما اتفقنا، فانت هترد عليها وتقول لي مثلا she lives in Cairo، هي بتعيش في القاهرة. ولازم نخلي بالنا دايما ان هي وشي وات بيجي بعد منهم الفيرب باس او اي اس او اي اي اس زي ما اتفقنا، والجزء ده مهم جدا جدا لازم نكون عارفينه كويس. تعالوا بقى نحل بعض الامثلة على الجزء ده. فهنا بيقول لنا اصحابي choose the correct answer او اختار الاجابة الصحيحة، بيقول لنا I انا go ولا goes ولا going to school every Tuesday، بروح المدرسة كل يوم تلات. هختار I go ولا goes ولا going. شطرين، I go أنا بذهب، وطبعا قلنا أن الفيرب بيجي في الانفينيتيف أو في المصدر مع I و you و we و they، أما he و she و it فبيجي بعد منهم الفيرب بس أو es أو ies. ف I go to school every Tuesday. طب في رقم اتنين بيقول لنا he usually هو عادة go ولا goes ولا going to school on Mondays، بيروح المدرسة ايام الاثنين. شاطرين، he usually goes to school on Mondays. طب في number three او في رقم تلاتة they always هم دائما help ولا helping ولا helps their parents. شاطرين، قلنا they هيجي بعد منها الفيرب في الانفينيتيف مش هيضاف له اي حاجة، فنقول they always help their parents. طب we don't ولا doesn't ولا isn't go to school on Fridays، احنا ما بنروحش المدرسة ايام الجمعة، وده في النيجاتيف فورم او في صيغة النفي. هنقول بقى don't ولا doesn't ولا isn't go to school on Fridays. شاطرين، في النفي بنقول don't، مع we بنقول don't، لو he او she او it بنقول doesn't، فهنختار هنا don't. طب number 5 بيقول لنا do ولا does ولا is she go to school on Fridays، هل بقى she هيجي معها do ولا does ولا is؟ شاطرين، she هيجي معها does، ونكمل الجملة بشكل عادي، يبقى نقول does she، هل هي go to school on Fridays، بتروح المدرسة أيام الجمعة، وده yes or no question. طب آخر حاجة بيقول لنا what do ولا does ولا is he do، he هيجي معها do ولا does ولا is. شاطرين، what does he do، ما الذي هو يفعله. بكده نكون أنهينا درس النهاردة. الدرس بتاع النهاردة دسم شوية، عايزين نذاكر ونحفظ الكلام اللي خدناه النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.